شهد مكتب التدريب والتطوير بمراقبة تعليم الجفرة دورة تدريب وتطوير لمعلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية من جميع مدارس التعليم الأساسي بالبلدية. استهدفت قرابة 145 معلما ومعلمة. حوالي 145 معلم ومعلمة. طبعا بعد استحداث المنهج الجديد لمادة اللغة الإنجليزية، الأمر الذي يتطلب إفاد معلمين ومفتشين تربويين لدورات خارج البلاد في مجال طرق التدريس الحديثة للمادة، فكان عدد المدربين الخاص بمنطقة جفرة هو 4 مدربين، ويتميزوا بدرجة عالية من الكفاءة، وهم الآن في صدد إعطاء هذه الدورات للمعلمين. الدورة تعمل على صقل التجارب العلمية الحديثة في التعليم بإشراف من موجهي المادة من ذوي الخبرة والكفاءة. بعد استحداث المنهج الجديد لمادة اللغة الإنجليزية، الأمر الذي يتطلب إفاد معلمين ومفتشين تربويين لدورات خارج البلاد في مجال طرق التدريس الحديثة للمادة، فكان عدد المدربين الخاص بمنطقة جفرة هو 4 مدربين، ويتميزوا بدرجة عالية من الكفاءة، وهم الآن في صدد إعطاء هذه الدورات للمعلمين. الدورة التدريبية تأتي أيضا بعد إجراء التعديل الكبير على منهج اللغة الإنجليزية لمدارس التعليم الأساسي في تطويره ليتماشى مع التطور السريع والملحوظ لاحتياجات التلميذ والمعلم على حد سواء.